ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله في بعض كتبه أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء وقال لها نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، يعني من أي شيء تخافين؟ قالت أين مكوكبها، أين مكوكبها؟ فكف الرجل وامتنع. وذكر أن رجلا أكره امرأة على نفسها وقال لها غلق الأبواب، فغلقت الأبواب. قال أغلقت جميع الأبواب؟ قالت نعم إلا باب واحد. قال أي باب؟ قالت الباب الذي بيننا وبين الله، الباب الذي بيننا وبين الله، هذا ما يمكن أن يغلق. فكف الرجل. كل ما كان العبد مستحضرا لعلم الله سبحانه وتعالى به واطلاعه عليه كان ذلك أكبر زاجر له وأكبر رادع.